مجتمعون بمدينة إقليميم يوم 14 نوفمبر من السنة العشرين بعد الألفين على إثر الاستفزازات المستمرة لميليشيات عناصر البوليساريو الانفصالية بالمنطقة العازلة في الصحراء المغربية وتسلل عصاباتها بدون وجه حق إلى منطقة القرقلات ابتداء من يوم 21 أكتوبر 2020 المنتهي لبنود الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة تحت رعاية الأمم المتحدة بتاريخ 5 سبتمبر 1991 ونتيجة لتحركات هذه العناصر الانفصالية الماسة بالأمن والسلم وإقدامها على قطع الطريق أمام الحركة التجارية والمدنية في بلادنا وجارتنا الشقيقة موريتانيا في المعبر الحدودي الدولي الإفريقي القرقلات وما رافق ذلك من تعطيل الانسيابية هذه الحركة وتخريب للطريق المعبدة واستفزاز للمدنيين العزل وعناصر المنورس الأممية ولقواتنا العسكرية والأمنية في عدد من مواضع رباطهم على طول الجدار العازل فإن المغرب بقيادة صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قد عبر عن حكمة كبيرة وتبصر عميق في تعاطيه مع هذه الاستفزازات وتطوراتها في الزمان والمكان من خلال قيام القوات المسلحة الملكية فجر الجمعة 13 نوفمبر 2020 بشكل سلمي ووفقا للضوابط المعمول بها بعملية عسكرية ذات طابع غير حربي أو قتالي من أجل تطهير المنطقة العازلة جنوب المعبر الحدودي القرقلات ووضع حد للعرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري بالمعبر المذكور انسجاما مع ما قاله صاحب الجلالة في خطابه السامي الأخير في ذكرى 45 عيد المسيرة الخضراء بحق المغرب الكامل في الرد بالقوة والحزم اللازمين لصد هذه الانتهاكات والخروقات الماسة بوحدة الترابية وسيادته الكاملة على كافة أراضيه وبناء على كل هذه التطورات المتسارعة وتجاوبا مع هذه المستجدات المتلاحقة فإننا نحن أعيان ومنتخبي وفعاليات جهة إقليم والنون نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي وقوفنا الثابت والمستميت جنودا مجندة وراء السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية دفاعا عن حوزة الوطن واستقراره وأمنه واستعدادنا التام للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل حماية وحدتنا الترابية وسيادتها دون قيد أو شرط دعمنا الكامل واللامشروط للمؤسسة العسكرية والأمنية والدبلوماسية ولجنودنا البواسل المرابطين بظهور حدودنا دفاعا عن وحدتنا الترابية وصونا لسيادتنا واستقرارنا استنكارنا الشديد لكل الخروقات والاستفزازات المجنونة التي أقدمت عليها الميليشيات الانفصالية لجبهة البوليساريو في معبر القرقلات وعلى طول الجدار العازل وزيف ادعاء خصوم وحدتنا الترابية لصرف أنظار المنتظم الدولي عن المعاناة والأوضاع المزرية التي يعيشها المحتجزون بمخيمات تندوف رفضنا المطلق لأي تغيير لوضع القائم للمنطقة خارج نطاق الشرعية الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة ومقررات مجلس الأمن تأييدنا الكبير لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب للأمم المتحدة كحل واقعي وجدي ذو مصداقية لحلحلة هذا النزاع المفتعل وطي صفحاته بشكل نهائي خاصة في ظل استحالة تنفيذ مقترح الاستفتاء الذي تطالب به الجبهة الانفصالية وأزدامها دعوتنا
المنتظم الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للاطلاع بالدور المنوط بهم في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب المنطقة تداعيات ما قد يسفر عن ذلك من فوضى ومس بالسلم والأمن الإقليمي. دعوتنا المنتظم الوطني بكافة فعالياته السياسية والنقابية والمجتمع المدني إلى رص الصفوف والتعبئة الشاملة وطنيا ودوليا للدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى عن أعيان ومنتخبي وفعاليات جهة كلمي والنون مدينة قليمين في 14 نوفمبر 2020. والسلام كل السلام على مقامكم العالي بالله وشعارنا الخالد دائما الله الوطن الملك، الله الوطن الملك، عاش الملك عاش الملك. حامي احنا الملة والدين جلالة الملك محمد السادس داوره النصر والتمكين. في أعقاب اجتماع من العقد يوم 13 نوفمبر الجاري بمدينة كلميم عاصمة الجهة بكل فروض الطاعة والولاء المقرون بأغلى وأزكى الأماني للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. مولاي أعزكم الله إن انعقاد هذا اللقاء يأتي في سياق وطني دقيق على إثر الاستفزازات والممارسات الهجينة التي عمد إليها خصوم الوحدة الترابية والتي تعاطت معها بلادنا بفضل قيادة جلالتكم المولوية السامية بمسؤولية وحكمة وتبصر بما يضمن الدفاع عن الحقوق الوطنية التالفة، مثمنين عاليا الموقف القوي والحازم لجلالتكم في التصدي لكل التجاوزات التي تهدد أمن واستقرار المملكة في أقاليمنا الجنوبية والرفض القاطع للمملكة لكل الممارسات الرامية لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني. مولاي أعزكم الله، بهذه المناسبة نعرب للجناب الشريف القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية عن مباركتنا وتأييدنا المطلق لكل الخطوات التي قامت بها القوات المسلحة الملكية والقوات الأمنية تحت قيادتكم المولوية الحكيمة بانضباط ومسؤولية عالية وضبط للنفس لتأمين تدفق البضائع والأفراد عبر المنطقة العازلة لقلقلات في الصحراء المغربية ووضع حد للاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو المرفوضة دوليا ووطنيا، وكذا دعمنا التام واللامشروط لكافة خطوات القوات العسكرية والأمنية في حماية حوزة الوطن وحفظ وحدته الترابية وفي استتباب الأمن والاستقرار، معربين من جلالتكم عن تشبثنا الدائم والمتين بأهداف العرش العلوي المجيد واستعدادنا للتضحية بكل غال ونفيس لتنفيذ أي خطوة تتخذونها من أجل صيانة وحدة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم وسدد خطاكم وحقق نبل مسعاكم وجعلكم خير ملاذ للبلاد والعباد وخلد في الصالحات ذكركم وسد أثركم بولي عهدكم الأمير المصور مولاي الحسن وقوى عرضكم بسموكم الأمير أمجد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام على المقام العالي بالله حرر بقلبين يوم 620 ربيع الأول 1442 الموافق 14 نوفمبر 2020. خدام الآداب الشريفة أعيان ومنتخب وفعالية جهة كلميم والنون.